بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خشك برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب انا هي خدي ام جهشتن اي بو بيش كيرنا خلاك كاديش برنامج ما تفسير سوره الحجرات. اگر خدي حسكتن ام دي في خلاكي تسرفي اياتي ايات حفته يا حفت سوره الحجرات. رب العالمين شد بيشتن بيشتو علموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. رب العالمين في آيات ذا بمشد بجدن بشتو علموا قلي عالمي قلي مروفا بزانا أن فيكم رسول الله بزانا محقق بيغمبري خديت نافودا فيكم نافودا كي الناف مدا پیغمبر خدیه. اف پیغمبر چوانه لو یطیعکم فی کثیر من الامری حکد یلا شورا دا افا گوه خوابدت و لو یطیعکم اف پیغمبر گوه خوابدت و یعنی یا خوانه بیجد که پیغمبر یا و بیجد اوهین دین برسینگی فی کثیر من الامری دگل شورا دا یعنی نه یلا شورا گوه خوابدت و یعنی وقتی گوه خوابدت و دگل شورا دا هنده کفن نخوشی و ازیتی و تعبی لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم هند قال لك كان تعب زحمته ودي دي يعني مشقته دي حياته ونخش بتن باشي خشي يا تويدا كو بيغمبر وي بيجن او ابو بيغمبري هاتي لعنتم ولكن الله بس يعني بيجتن بس رب العالمين افي ناهل تبي في اوفا پیغمبر ابدا گوخانات شو آخفتن تو اگر یا خود جل دابتن ولكن الله حبب اليكم الايمان رب العالمين حجي كرنو فيانا في ايمانه يا كريد دلي ودا يا ولي كرهين حجب كن وقت وحج فكر كيف ايمانا نشاودا پیغمبر صلوات خود سربن هن شو آخفتنا لدفيا پیغمبر نادن هند هر حشوي كن بيجي پیغمبر تو بما بيجي اگر پیغمبر بيجي واجي هند بيجن يا رسول الله تو بما بيجي يعني خديا ولا كري حاجه كرنا خويا كري دلي يا ايمان يا كري دلي فان مروفادا ولكن الله حبب اليكم الايمان حبب يعني يا دفوا شرين كري ان حاجتكن الايمان وزينه نهم بس هين حاجتكن ويا قالك طازا وكش خاكري شنوار توي ايمان هين بين الجيانا خدا وزينه في قلوبكم يا دلي وجدا يا كش خاكري وطازا كري الجلف شرين كرنا ايماني أدقال يعني الدلي ودا ودقال في تشتكي ديجا رب العالمين يكري بوش إذا أفا همي هاري كارة تنديبن أم قوة خبد بيغمبري خدي الصلاة خدي السربن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان رب العالمين شوا حجة كرنو فيان يا إيماني يا كري الدلي ودا وكشخا كري وطازا كري وصا كفر جيا شلي كري يا البر والرش كري يا كريت كري الكفر كفر الفسوق دركتنا دين خدي وعصيان نجوه داري خدي أفهر سكيت شلو كرين يلبر ورش كرين أولئك ها أذيفان شو لابكتن جو خبط قتنا خدي ويا بيغمبري إيمان الدفي شرين بتن الدلويدا حجب كتو كشخو تازا بتن وكربو كينش كفر وفسوق يعني فاسقية ونجوه داري خدي هالجرتن أفل سرك الرست أولئك هم الراشدون ها أفتها أون يلسرك الرستي راشد كيا يعني الركا باشي وخراب يجيك ناسكت وكي آيات القرآن بحسي إيتيمات كتن بيشتخت إيتيم بشيك بنزان مالي خشول بيب كتن لازم إيك هابتن حجرة دي دين سر مالي وي إيك بشتن وي مالي بريفة بت حتى شل في مروفيتات حتى في مروفة بعقل كافتن فإن آنستم منهم رشدا حكر وديتنا في بشيك بعقل كتو زاني وكرين وفروتنا فادفعوا إليهم أموالهم جارك دي مالي تسليم بك وبلا أو مالي خو تصرفيتي ذابك رشد أفايا يعني مروف سريكا درست هلبتن مروف تشتي باش بزانتن إذا فيري رب العالمين في آياتي واعلموا أن فيكم رسول الله قوتيهم زانن بيغمبري خدي ينفوه
كلمة پیغمبر خود چی الویری؟ یعنی نل ویری پیغمبر خود صلوات خود سربن اوی که خودی تشت نشاداین گلی مرو بشن مانا پیغمبر گلی که زانا و گلی تیگه هشتی و گلی تشتت مازن نشامد بوشی ام ناوی اوناکین عبقری ام ناکین عالم اکی زانا فاهم اکی تیگه هشتی زانا اک اوه افناوه پیغمبر خودی اش همیه چیتره بو چی؟ چونکه پیغمبر خودی قاصد خودی یا تشتیش خودی ور جرتن این دتمه نش کسی دی ور گرته نش دف خودتمه وعلمو ان فیکم رسول الله محمد صلوات خود سربن چو تشتنینا بس پیغمبر خودی اوش همی تشتیجی مصدره چونکه چو تشتینا بجتن شهر زایی آخواش تگهشت ناخواش فهم آخواش زانی ناخواش چو تشتیج وانا بو معنا بجتن همی تشت بجتن انا بشرم مثلكم اس مروفم وكي و فرقتنا بين من هو دا چو تشتا وحی بو متت و اسوه وحی دیهی نموا وحی بو وانایت اذن او تشتی پیغمبر بو ما بجتن نش شهر زایی آخواد بجتن نش وکید بجن خبرات آخواد بجتن نش تجهشتن وثقافة خاوية قوم خد بيجتن وإنما بو ما فيتش بيجتن ما دام پیغمبره وحي عسمان بو ما تنيرد واعلموا أن فيكم رسول الله يعني رب العالمين وكيد جل آية ما دام پیغمبره خلاص إش نكونا بيجتن شو آخفتن نا كفن بر آخفتن آفي پیغمبري شو اقتراحاتاتو نشي بديه وكي آيات أولي رب العالمين شو قلت ما؟ قلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قالي خدان إيمانا شو تشتبر يا خدي وبيغمبري نائخن واتقوا الله وش خدي بترسن إن الله سميع عليم خدي باش قل وهيا وقالك الشهر زاو زانا اتحالوا أحوالي ودا إذن مادام بيغمبرا شو اقتراحات نادينه شو تشتنا بجن بديل أفجي يا رسول الله بلا أفا بيشوي فبتن أفاتد بومد بجي چنكي أفا كيا أفا نا عبقريك يا عالمك يا شهر الزاك مش عالم جي شهر الزا وعالم وأوجدي اقتراحات تخدن أفا وحي بومد إنت شو پیغمبر الدينين بش أفجي پیغمبر بلا أفجي وحي بينتن بس محمد پیغمبر خدية صلاة خدية سربن وعلموا أن فيكم رسول الله و پیغمبر خودی وحیتیتن وش قصدانا آخفتن هر تشتکید بیجی آخفتن آوی همی آخیریه چه قصیری و کیماسی تیدانینه وحی کامل چه تشتید تیر جلوی وحیینینه همه وحی رب العالمینه و بنجهی آوی جی دیسا مطلقه چه تشتی وکیوی بنجهنینه و راستی آوی جی چه تشتی وکیوی راستنینه همه همی راستیه وعلمو ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أجر پیغمبر خودي قوه خواب دتوا اتهند تشتادا عنتم چه معنى الفيدي؟ يعني هندت چن هلاكي هندي قناه كاربن چنكي رب العالمين خبيرة كس وكيوي بمروفي تشتي مزبيتو ويقايم نزانتن ولا ينبئك مثل خبير كس وكي خبيري بوتا أخبارت مزبيط وشولت بنجهنا نشد بيجتن رب العالمين خالقة أو يتشكرين أو مصورة رب العالمين إنسان يتشكري هر صفتك الصفات البشرية رب العالمين ريكابو ديناي كويات درزد بتن وهر تشتكي رب العالمين كو إنسان محتاج بتن يابو ما هنورتي إذن شو بديل منين أم بديلك دي تريبينين وبيغمبري خودي الصلاة خودي السربن اوی تشتی همیه یا واضح اوی آشکراوی پیشکشی مدکتن یا ویش یا مهمیا چیتره وعلمو ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم یعنی پیغمبری خودی صلوات خودی سربن وحی بو متنیرتن توجیه هاویش دف رب العالمینیه نه توجیه هاویش دف اردیه تیگه هشتن و زانی نامرو وانو یا خلکیه اهل دنیای همیه وان مخلوقات همیه همی بین آخفتنا خبینن نا این برانبری آخفتنا یک اب دنیا چیکری آخفتنا اهل عردی و آخفتنا خودی چند فرقت نابین دا وکی چند فرقت نابین خودی دا و نابین آن مخلوقات دا اذن الویری چه نابتن ام بیجین
آخفتنا كادتري دينين بريا پیغمبر خوده شريعت و قانين كادتري ام سر بچين و يا پیغمبر خوده الويري بتن آن ام بجن والله همي دشتا وقته ایك آخفتنا که بو مروفید بجن مروفی آخفتنا تحقیقت که کا راسته کا نه کا درسته دیف هرن برای خواب دنیا جربینن یعنی بلکه خلاتی تی ذهابتن اوه همین این آخفتنا خوده ناید بن تحقیق کرنه و دراسته و درسته و آن نه و خلاتی تی دهنه آن نه بوچی چکی ند نه یا نلوی رزی بیت مناقشه کرنه چکو کس ناید رزا رب العالمینی حتی تو آخفتنا خوده تقییم بکه که درسته آن نه آخفتنا خوده ناید تقییم کرنه بوچی چنکی هیر ها تقییم کرنه دی آخفتنا کاش وی نلاوتر ایت حال دا و او خودی گوتی دی خوشی ایتن مقابلی وی دی نخوشی ایتو لعنیت توم هندی که ون تنگاوی دا و بجر بی نجه هر کسی گوه خانه دای خودی دی برا خودی رب العالمین یعنی او مروی یه پشیمان بی خوزی موانا کر با رب العالمین چد بجدن آیتا که دی تری سورت الاحزاب آیتا سهوششی بشتن هكير خدي و پیغمبري تشتا يقول خلاص انت اخفتني دي البرنادن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نين أبو خدن إيمانك جنبت أن ظلام بتن أخفتنا كي خدي و پیغمبري قوت أو شنيكا بشتن أزي بخبري خادم مكاني في أخفتني وارجرم أنا و او کسی نگوه داریا خودی و پیغمبری بکتن او سرداش و سرداش و نکات دیار و آشکرا فقط ضل ضلالا مبینا اذن چنابتن منهج خودی آخفتنا خودی چنکی وید بجن و علمو ان فیکم رسول الله پیغمبر خودی النافوه هنده آخفتنا وی بجن و آخفتنا وی شریعتا آخفتنا ویش کتاب رب العالمین یا سنتا پیغمبر خودی جی صلافت خودی سرمن او جی هر وكي قرآنية يا صحيح بتهنا بيغمبر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مجال عقلي الديف أخفتنا خدي يا بيغمبر بس أري أخفتنا خدي أن عقل ديفي شندكت راست أفا أخفتنا خدي خلاص أخفتنا خدي نينة أمش نيكا دي صحبتك دي بس عقل دي إتسر هندي أخفتنا خدي كما ناقشة وجدل الجلناء اتكرني ونها وجايته التحقيق بكي راست وأنا رب العالم بيشتن آياتك هذه تري يعني هكذا إيه بيجن والله أبى بكير في وقت نايت أبى يا وقت كبي أبى يا زمان كبي أبى بكير في وقت نايت دنيا بيش كتي دنيا رب العالمين زانت شواب يعني زانت دي بيش كفتن لو ما رب العالم قلت هما ها أبى بكير في دنيا بيش كتي جد فيتن إيش في قافي وحتى رجع قيامته أف منهجه خدي ديناي أو زانت دي شق قومتن شباشة وشخرابة رب العالمين يدبو وما ديار كرين ما فرطنا في الكتاب من شيء ما تشتك نهلا ذي كتاب ده همي ما يدقوتين إذن فيري آياتك قد رب العالم بشتن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله قال لي خدان إيمانا قوه خبدن خدي وأطيعوا الرسول قوتي قوه خبدن خدي خلاص همي تشتنين بجي هندك دي قوه خدني هندك أنا أطيعوا الله مطلق تحدود بونينا دي همي قوه خدي وأطيعوا الرسول يا دي يا بيغمبري جي قوتي يا بيغمبري جي همي دي قو قدي بس طبعا او تشتي قو دين او تشتي بيغمبري قوتي افا دينة او تشتي خبراتا بيغمبري وشهر الزايا دنيايا بتن بيغمبري يلا يقول صحابي يدخوا هم چبكين وارن افا تشتكا رأي يدخوا تيدا بيجن بس بشتي هنجي آيات چو قوتي وأولي الأمر منكم قوتي أطيعوا الله مطلق دي قو قدي خدي وأطيع الرسول مطلق دي قو خدين بيغمبري خدي الصلاة خدي السربن بس نقولتي أولي الأمر جي مطلق قو خبدي هما تشبيجت قلتي وأولي الأمر منكم وأولي الأمر جي قو خبدني معناه أو أولي الأمر أخفتني بيجت موافقي يا بريهنجي يا خدي ويا بيغمبري حكا قلت با هما هر وكيف قوي قلت ماني خدي بيش أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم قو خبدن خدي وبيغمبري وأمير يتخوى مظن يتخوى خودی نگوته گو خب دن خودی و پیغمبری و مزند خواهی گوته گو خب دن خودی و گو خب دن پیغمبری او هندک امیره یعنی اطاعه نداگل گوته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامری منکم اولی الامر جی دی گو خب دن اگر آخفتنان موافقی خودی و پیغمبری بدن
فإن تنازعتم هكا بنزاعنا بين وداه يعني نزان ديش كان ديش لكن في شيء فردوه إلى الله والرسول هن ديوت شتي شن سحكن ديدن داف خديك دي شن داف خديك خديش بجتن كقرآن وبيغمبري وشد بجتن إسا بيغمبري خديا نال ويري قوتي وأولي الأمر جي هرن داف أولي الأمر جي وخبتن خدي بيغمبري أولي الأمر نا قوتي هكا نزاعي بواتشيبي قرآن حكمة بشتي قرآن حديثة بيغمبري صلاة خدي سربن بشتيوي شد دينينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أجر هن وإيمان خدي هيا هندي فيكن خداري خدي يا بيغمبري يا أول الأمراجي وكي قو خدن قوتنا خدي إمام الشافعي خدي جرازي بد ما في ديارت كتن بشت أول الأمر كينا أم زاني خدي ما زاني خدي أخفتنا خدي بيغمبري ويج مزاني بس أول الأمر كينا بشت هم الأمراء والعلماء أميرا أفت يعني حاكما وأفت حكمتكن سياسي وچين كينا عالم جي يا إمام شوانا بشت علماء بوشي قوتي علماء علماء ذي أمر زانن قوتنا خديو يا بيغمبري أو عالم زانانا شهر زانا السر أميرا چيا ناو بين مناقشة علماء بكن بشت يلي علماء كاين جهشتن كي حلي أو بين تطبيق بكن ناو بجن يعني يلا فيبكا وكي يلا جرى برا خدي مفتيه كي العالم الإسلامي دي تشتاك در كافتن يذ بيش مفتي يلا فيشيكا وكي وقتك كي برقيبي يتونسي دفيا وشاف الغربية بكتن وقوتي هيفا رمضاني وام نشين دي معمل راوستن ودي عالم نشت شول بكتن دي ام خسارات بين يلا قوتي قو مفتي ورا مفتوى كبدا ام هيفا رمضاني بخين مفتيش قوتي باش ازقوا فتوى يدم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ودنيا حمي دولة البش ويا قوة خدت مفتي دي فتوى كدت هاف صلاب وهيفا رمضان رجيا بخونو كس رجيا نقرت مفتي تونسي دي فتوى يدتان بأمر برقيبي مفتي جهات وعالم البرق ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقلت وقت آيات بدماهيك إنا قلت صدق الله ورسوله وكذب برقيبة قلت خده وبيغمبر راست بجن وبرقيبة دروات كتن يعني أفا قلتنا خده خلاص عالم دي تشتي بيجتن أمير دي تنفيذ كتن ندي أمير بيجت عالمي ورا تشتي بيجة ورا فتوى يبدا ورا ربايا حلالك وكي جمال عبد الناصر يتقول قلت شيخة أزهري وان ربا حلال كن وكي قالك في قوة عالم إسلامي دا ورا في تشتي حلال باشا خدي قوتي وعلموا أن فيكم رسول الله بيغمبري خدي قوتا أن بيغمبري خدي يتناف مدى إذن إمام الشافعي بيشتن أول الأمر دو صنفت مروانا أميرا وعالما عالم دي تشتي زانتا أفا قوتنا خدي بيغمبري هود بيشتن وأمير دي شكن دي وي آخفتني تطبيق كن نشو لوانانا مناقشة علماء بكن رب العالمين بيشت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله هكا خلافك شيء بيننا بين ودا دي سحكني كاخده شغوتا وإلى الرسول وبيغمبري بيجي كاشغوتا شغو بيغمبري جي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بيشت إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ها أفا يا شميار يا شميار لو تريب شيء تري أفا يا إذن حكم يا خدية كتابة خدية و پیغمبری ویژه صلوات خود سربن حکمی و چیه؟ سنتا پیغمبری ویژه صلوات خود سربن چونکی پیغمبرت ناف مدا گلک ویگم باش آیت قرآن گوتی و علمو ان فیکم رسول الله آیت قرآن یت بیش پیغمبر خود ناف ودا و 1443 سال پیغمبر خود وفات کری صلوات خود سربن بشتی یعنی هجرت پیغمبریه پیغمبری چه آیت بیشتن پیغمبر ناف ودا خود ناف مدا قرآنویه و پیغمبری ناف مدا سنت پیغمبری صلوات خود سر رب العالمین ما وی چند بیشتن اذن چند شخصیات و علما و زانین و تیگهشتون و قانین دنیای تو دیدین رخکی و یا پیغمبری دیدین رخکی یا پیغمبری سرهمی یا کتیه لازمه وی بگیرن بو چی چونکی خدای نشاده علمه شدید القوا خدای افتشته نشاده پیغمبری خدای آخفتنا به همی یا بنجه فيشان دي أمهاتين دي مايكا في خلقه حتى إيكا دي خدل يلمها ميابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.